نادي الزمالك بدأ يعلق الشماعات من دلوقتي او يجهز الشماعات اللي هيعلق عليها خسارته بإذن الله السوبر الافريقي واحده واحده كده. وتعالى اقول لك في ايه. التحدث الرسمي باسم نادي الزمالك استاذ احمد سالم ولا كابتن احمد سالم ولا ما اعرفش هما بيقولوا له ايه هناك، ما علينا. يعني استاذ احمد سالم طلع في البرنامج بتاعه على قناه الشمس قال احنا متخوفين وبنعترض على حكم نهائي السوبر الافريقي. طيب يا سيد الفاضل ايه الاعتراض بتاعك، يعني بتعترض ايه؟ قال والله مش اسباب شخصيه، احنا ما فيش بيننا وبين الراجل ده اي حاجه، هي كل الاسباب اسباب فنيه. طيب تمام ماشي على راسنا والله كل حاجه اللي انت عايزه، طب قدم لنا سبب من الاسباب بحيث ان احنا لما نعتذر للراجل او نرفض الراجل ان هو يجي نقدم له والله اي حاجه، يعني لان التصريحات في الاعلام فالدنيا كلها هتشوفها. لا والله ما بدون ذكر. بدون ذكر ايه حضرتك؟ طب قول لنا انت بتعترض على ايه؟ هو انت بتعترض وخلاص حقا انا اعترض؟ يعني ما ينفعش يعني. تمام ما مش هينفع. لا والله العظيم بدون ذكر اسباب. طيب ماشي ما فيش مشكله. هل حضرتك ليك سابقه مع الحكم ده؟ يعني اللي هو اللي مفروض يعترض جمهور النادي الاهلي او النادي الاهلي، تمام هو اللي مفروض يعترض ومخاوف مش عارف ايه وبتاع عشان يوم ماتش الوداد الذهاب اللي كان هنا في القاهره، اللقطه بتاعت يحيى عطيه الله لما جابها بايده ما طردوش واكتفى بحصوله على الانذار، ودي غيرت مجرى المباراه لان يحيى عطيه الله كان لاعب مؤثر جدا في صفوف الوداد وهو اللي جاب فينا الجون اصلا هناك، يعني مش محمد اوناك زي ما جري وحلل واحتفل يعني. فلو في حد ممكن يعترض على الحكم احنا اللي المفروض نعترض عليه. دي نقطه. بعد لما الهجوم زاد على الكابتن او الاعتراضات زادت على تصريحات الكابتن احمد سالم او الاستاذ احمد سالم، وطب انت تقصد ايه؟ طب انت ايه الموضوع؟ طب ايه الاسباب؟ طلع يقول لا والله احنا ما اعترضناش وما على حكم المباراه ابدا ولا اي حاجه ولا ما فيش اي مشكله خالص. ايوه يعني مطلوب من اتحاد الكوره او الكاف يعني يتفرج على قناه الشمس عشان يعرف ان انت اعترضت؟ ما هو اكيد لا يعني. فدي من ضمن الحاجات اللي بتصدر للاعيبه نادي الزمالك انتوا نازلين اصلا، تمام؟ ما خلاص بقى في دماغكم ان الحكم ده جاي عليكم، لاعب بقى يتهور، لاعب الحكم ما يحسبلوش فاول فيشد معاه فيتحصل على انذار في الطرد في تاتا. انتوا اللي بتصدروا الخوف لنفسكم اصلا، تمام؟ انا معايا التصريحات زي دي اه قشطه ماشي، ممكن تكون بتصدر مثلا للحكم عشان خاطر ايه؟ ياخد باله ما يظلمكش، ما ياخدش اخطاء، ما يبقاش فيه اخطاء تحكيميه. تاني حاجه بقى الاستاذ اسلام صادق اللي هو مش عارف شغال فين اصلا بقى، بس بيطلع مع رضا عبد العالي يقعدوا يهبدوا على بعض كده في قناتين تقريبا حاجه زي كده برنامج البريمو، طلع كتب بوست يثير الجدل، عايزين تاخدوا البطوله باي شكل، عايزين فساد مش عارف ايه والايه والاه والبتاع، اللي هو صدر لجمهور الزمالك ان انتوا لو خسرتوا البطوله دي تمام فانتوا خسرانينها بالمحايله والتحايل على الكاف والتحايل على كره القدم والتحايل على العالم كله عشان النادي الاهلي يكسب البطوله. من وجهه نظر كابتن اسلام صادق او استاذ اسلام صادق الناس كلها عارفه زملكاويته اللي يعني تمام يعني، بس لما يجي يقول مش عارف ايه ريحتها وحشه وبتاع يعني حاجات بصراحه مش قبل الماتش، يعني ما اتقالش قبل الماتش، ليه تقول حاجه زي كده دلوقتي؟ انت ليه خلاص صدرت لجمهورك ان انت خسرت المباراه تمام بتحايل ومؤامره ضدك؟ فليه يعني بالراحه يا جماعه اطلعوا يعني ايه لا المباراه قويه، لا المباراه مش عارف ايه، لا قول تصريحات. كلنا هاجمنا وكلنا رفضنا تصريحات كابتن احمد بلال لحد ما طلع اعتذر عليها امبارح مع كابتن سيف زاهر على اون تايم سبورت البرنامج بتاعه، وقال انا لا انا ما اقدرش يعني مش انا اللي هاجي اقلل من قيمه نادي الزمالك، لكن الزملكاويه نفسهم هم اللي دايما محسسين العالم ومحسسين الكون ان الدنيا كلها جايه عليهم، يعني ان احنا لسه ما لعبناش الماتش، لسه اللعيبه ما سافرتش، فاهم حاجه؟ يعني لسه اصلا الناس ما سافرتش السعوديه عشان تلعب الماتش، بدات من دلوقتي بقى الحكم لا اصل في تحايل، لا اصل في مؤامره، اصل مش عارف ايه، اصل ايه، اه فين راح جه ايه يا جماعه في ايه؟ مش للدرجه دي يعني والله. خلاص انتوا بتنصبوا بقى ايه اللي هي الشماعه اللي هتعلق عليها اسباب خسارتك؟ مش هينفع. طب ولو كسبته انتصرنا على كل الكلام على الحكم وعلى الكاف وعلى الفيفا وعلى النادي الاهلي وعلى مش عارف مين وعلى ايه وعلى ايه 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 ما خلاص اعملوا في صمت يا جماعه، يعني في صمت كده انت فاهم، واشتغلوا على نفسكم وخلوا تصريحاتكم دي لنفس يعني لنفسكم كده انت فاهم لحد ما تخلص المباراه وبعد كده قول اللي نفسك فيه. يعني ما تطلعش تصدر لجمهورك ان انت اصلا رايح ركبك بتخبط من النادي الاهلي قولا واحدا زي ماتش ان انت انسحبت، ان الناس كلها لحد الان ما يعرفوش انت انسحبت من الماتش بتاع الدوري ده ليه اصلا. بس ما علينا، ما انتش عايز تلعب الماتش وشايف ان في مش عارف ايه وشايف ان في تحايل عليك والحكايه والروايه وخلاص وفي فساد وبتاع، يا عم اطلع اعتذر، ما تلعبش الماتش، ما تروحش، ما تسافرش. اقول لك على حاجه، انزل اكسب،
انزل العب كوره 11 ل 11 في الملعب واكسب. لكن هتقعد بقى تقول لي اصل في تحايل، اصل في ظلم، اصل في ريحه وحشه، اصل مش عارف، اصل مين ما استحماش، مين استحم، عيب عيب، مش هينفع، ما ينفعش الكلام ده. نادي الزمالك يا جماعه ما ينفعش المسؤولين او اللي بيتكلموا عنه او الزملكاويه نفسهم يطلعوا يقللوا منه. ما حدش فينا يستجري اصلا في الاهلي يطلع يقلل من النادي الاهلي. لا، لما بنهاجم بنهاجم شخص في النادي الاهلي، نهاجم لاعب، نيجي على لاعب، لكن النادي الاهلي خط احمر لما ممنوع حد مننا احنا يجي عليه. فان انتوا بتصدروا الخوف للاعيبتكم، بتصدروا الخوف لجماهيركم، بتصدروا ان انتوا نادي ضعيف، ضعيف ما تملكوش غير اللسان بس تتكلموا بيه. طب ليه؟ ليه؟ ما في ماتش، في كوره، في 11 ل 11، في 90 دقيقه، روح والعب عادي. انت ايه يا عم، في 11 نازلين هنا، هم ال 11 اللي نازلين هنا، في مدير فني هنا، في مدير فني هنا، في جمهور هنا، في جمهور هنا، كل حاجه متعادله، كل حاجه متساويه. انا فايق عليك بقى، اصل اللعيبه بتاعتي مش عارف، اصلا عندي حسام عبد المجيد، اصلا عندي مش عارف مين هيلعب، ما عنديش باك ليفت. الحكايه الروايه قصص كلها افلام ملهاش اي ستين لازمه، دي مش مشكلتي، صح ولا انا بتكلم غلط؟ فصباح الفل يعني.